في أخبار عاجلة وصلت لسكاي نيوز عربية، هناك مبادرة يقوم بها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري كما ذكرنا في السابق لخفض التصعيد. هذه الورقة، ورقة خفض التصعيد في لبنان، تتحدث أو تنص على وقف إطلاق النار لمدة 4 أسابيع. مصادر ذكرت لسكاي نيوز عربية أن المبعوث الأمريكي أموس هوكستين سيجري خلال وقف إطلاق النار مفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل، وربما هذا الاتفاق الشامل يشمل ترسيم الحدود البرية بينهما كما جرى في ترسيم الحدود البحرية. كشف مسؤولون إسرائيليون سابقون أن تكثيف العمليات العسكرية على حزب الله استراتيجيات يعتمدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإضعاف الحزب وإبعاده عن الحدود وإجباره على توقيع اتفاق لتخفيف التصعيد. يبدو أن الآن معنا عماد الأطرش موفدنا إلى لبنان، أعتقد أنه في مدينة صور. نعم، هو في مدينة صور. عماد، نعم عماد، إذا كنت تسمعني، هناك تسريبات الآن بدأت تصل حول هذه المبادرة، المقترحات سميها ما شئت، سواء هي من أمريكا سواء يطرحها نبيه بري. نريد أن نفهم، هل هي ورقة أمريكية يعني يتعامل معها نبيه البري والحزب حزب الله، أم هي مقترحات لبنانية، وما الذي فيها؟ في الواقع يوسف هي ورقة تفاهم، يعني هناك عدد كبير من وزراء الخارجية، كما كنا أشرنا البارحة أن هناك كان اجتماعا لوزراء خارجية من عدد من الدول من أجل المساهمة في خفض التصعيد في لبنان. هناك مبادرة طرحت وكنا قد أعلنا عن بعض بنودها، ولكن تعلم بأن يعني الجهة السياسية هنا في لبنان التي تفاوض خاصة فيما يتعلق بحزب الله والوضع القائم حاليا هي رئيس مجلس النواب السيد نبيه بري، الذي بالمناسبة يوسف كان له دور كبير عام 2006 في إصدار أو في المساهمة في تدبيج القرار، قرار مجلس الأمن يعني 1701، كان له دور كبير خاصة فيما يتعلق بانتشار 15,000 جندي وضابط في الجيش اللبناني في الجنوب. كانت المرة الأولى منذ اتفاقية القاهرة 69 الذي كان يسمح للجيش اللبناني في الانتشار في الجنوب. على كل، أهم بنود الورقة التي يعمل عليها الآن هو التوصل إلى هدنة من 4 أسابيع ووقف لكل الأعمال العسكرية بما فيها الطلعات الجوية لسلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية، والعمل على خفض العمليات العسكرية بداية للتوصل فيما بعد إلى وقف كامل لإطلاق النار، مع توفير ضمانات لعودة السكان من الجانبين، من جانبي الحدود. وتعلم بأن هوكستن يوسف كان يعمل بعد نجاحه في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، كان يعمل على ترسيم الحدود البرية. هناك خلاف بشأن 13 نقطة حدودية بين لبنان وإسرائيل. إسرى عندما رسم الخط ما يعرف حاليا بالخط الأزرق بعد انسحاب إسرائيل وانتهاء انسحابها في 25 من شهر مايو من عام 2000، هناك 13 نقطة خلافية، بالإضافة طبعا إلى مسألة مزارع شبعة وتلال كفر شوبة التي يعتبرها لبنان لبنانية وهي محتلة فيها مراكز عسكرية ضخمة للجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى ترسيم الحدود البرية يوسف. نعم، بس اسمح لي عماد هنا، يعني ممكن يوسف هذا الكلام فعلا، وفي كلام عن وقف إطلاق نار 4 أسابيع وهوكستين غير ذلك، لكن هناك في المقترحات ربط بين هذا الأمر، وقف إطلاق النار في لبنان وخفض التصعيد وبدأ ال4 ساعات أو 4 أيام هذه، مع وقف إطلاق نار وتهدئة في غزة. هون أسبوع، تخرج 4 أسابيع، لكن هون يعني هل يمكن ربط هذه بتلك؟ لأنه هنا قد نصطدم بأمور أخرى، التعنت نتنياهو، شروطه، الظروف في غزة، حماس اليوم التالي، يعني هل يمكن فعلا وكأنه يتم ربط المشروعين ببعض وزيادة العراقيل هنا؟
طبعا يوسف، مسألة ربط الوضع في لبنان بوقف إطلاق النار في غزة هو موقف حزب الله منذ 12 شهرا، وهو بالمناسبة حتى في خطابه الأخير إثر اغتيال المسؤول القائد العسكري الكبير في حزب الله إبراهيم عقيل أعاد وكرر مسألة عدم قبول حزبه بفك الارتباط أو يعني وقف إطلاق النار في الجبهة الجنوبية هنا في لبنان بالوضع في غزة. هذا الأمر مستمر طبعا، الحزب على موقفه بشأن هذا الأمر، ولكن بطبيعة الحال جميع العقد يمكن أن تتحل، يعني أن تفك بالسياسة، لأن الوضع بات خطيرا جدا في جنوب لبنان كما تعلم يوسف، بانتظار طبعا الجهود الدبلوماسية، خاصة بأن هناك الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد في هذه الأيام، وهناك عدد كبير من رؤساء الدول ومن وزراء الخارجية الذين قد يساهمون بشكل أو بآخر في إنضاج حل سياسي للوضع القائم طيب حاليا عماد. في جنوب لبنان. إذا أردت أن أكمل ببعض بنود المبادرة، نعم تفضل. تفضل أكمل بعض بنود المبادرة، وأكون سألتك هنا أنه هوكستين جاء أكثر من مرة إلى لبنان وحزب الله رفض يعني ما يقترحه، وقال هذه إملاءات وليست شروط، فيعني أن يظهر اسم هوكستين مرة أخرى هنا ويقول حزب الله أنه منفتح على التفاوض، هل هذا يعني أنه في تغيير في موقف الحزب؟ وتفضل أعطينا بعض النقاط اللي في المبادرة. طبعا هوكستين في نهاية الأمر يوسف هو موفد رئاسي للولايات المتحدة الأمريكية التي تقوم يعني حتى حاليا إدارة الرئيس بايدن لديها مبادرة بشأن وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وهوكستين يبقى موفدا رئاسيا للرئيس الأمريكي، وإن كانت مواقفه في السابق تنطوي بالنسبة لحزب الله أو ما قالته مصادر في حزب الله على تهديدات بشأن القبول الحلول التي كان يحملها، الوضع حاليا في تغير، على الرغم بأن الموقف العسكري يعني يبقى رهينة بتطورات الأيام القادمة. في العودة إلى بعض تفاصيل المبادرة بعد التوافق على وقف دائم وشامل لإطلاق النار ومسألة ترسيم الحدود البرية، هناك طبعا مسألة هذه هوكستين حملها أكثر من مرة، خاصة بأن كانت له اجتماعات مع قائد الجيش اللبناني جوزيف عون في وزارة الدفاع في اليرزي بشأن تعزيز قدرات الجيش اللبناني. تعلم حاليا هناك بموجب القرار 1701 هناك 15,000 جندي وضابط من الجيش اللبناني في جنوب لبنان، مسألة تعزيز قدرات الجيش، مسألة إنشاء أبراج مراقبة على الحدود، بالإضافة يوسف عندما صدر القرار 1701 يعني ليكن الأمر واضحا، طبعا كان يحمل في ضمن مندرجاته أهم مندرجاته إلزام الحكومة اللبنانية بأن ينتشر جنوب نهر الليطاني فقط الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية ولا السلاح غير سلاح الشرعية اللبنانية. طبعا هذا الأمر لم يطبق، هذا الأمر يعني وهذا أكبر دليل ما نراه اليوم ورأيناه حتى في السابق بشأن يعني وجود حزب الله وسلاح حزب الله في الجنوب اللبناني. هناك مسعى من أجل إيضاح جميع هذه الأمور ومن أجل أن تكون الأمور واضحة وبأن تكون مندرجات القرار 1701 الذي شكل نهاية للحرب الواسعة التي قامت عام 2006 أن تكون الأمور واضحة بشأن سلاح حزب الله جنوبي نهر الليطاني الذي كنا ذكرنا اليوم عندما كنا عند مدخل مدينة صور بأن المنطقة التي يشكلها جغرافيا نهر الليطاني بالنسبة للمشاهد العربي الذي ربما لا يعرف الكثير عن جغرافية لبنان يشكل منطقة تبلغ مساحتها نحو 1024 كيلومترا مربعا، وهو يبلغ بطولين 29 كيلومترا في أعرض منطقة بعدا عن الحدود اللبنانية إلى نحو 4 كيلومترات في أقصر مدى، وتبلغ مساحة هذه المنطقة نحو 1024 كيلومترا مربعا يوسف. طيب إذا ممكن لو سمحت نختصر مرة ثانية نعيد النقاط المطروحة في هذه المبادرة، وطالما أنه حزب الله عم بقول إحنا منفتحين على أي يعني تسوية،
لا بالطبع السيد نبيه بري بتعلم كما كنت قلت سابقا يوسف بأن لا كان له دور كبير حقيقة في القرار 1701 عندها في أغسطس من العام 2006 يوسف، لذلك أعتقد جازما بأن له دور كبير أيضا في تحريك المياه الراكدة فيما يتعلق بالحل السياسي، وهذه المبادرة التي قال بأن هناك أطراف عديدة تعمل على بلورتها وصياغتها يوسف، وهي تتضمن مسألة اقتراح هدنة لأربعة أسابيع تقف فيها الأعمال العسكرية بما فيها الطلعات الجوية لسلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية تمهيدا للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار على الجبهة، مع توفير ضمانات بإعادة الإعمار وإعادة السكان على طرفي الحدود، وبعد ذلك تتم الاتصالات السياسية من أجل تسوية مسألة الحدود البرية بين البلدين التي سيعمل عليها الموفد الرئاسي الأمريكي أموس هوكستن، بالإضافة طبعا إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني. تعلم أن الأزمة المالية الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني لا يسمح له على سبيل المثال بتجنيد عديد جديد وإدخال حتى ضباط إلى الخدمة، لذلك يعني تقوم عدد من الدول خاصة الولايات المتحدة الأمريكية حتى بالدعم المالي للجيش اللبناني وتعزيز قدراته من أجل حصولها ربما على دور أكبر في الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى إلى إيجاد صيغة مقبولة للقرار 1701 الذي يحتاج إلى تطبيق مندرجاته حاليا في ظل تصاعد التصعيد هنا في جنوب لبنان. يوسف شكرا جزيلا لموفدنا إلى صور عماد الأطرش، نتمنى لك السلامة ولفريقك وفريق سكاي نيوز معك.